لتعايش سلمي اجتماعي قل نظيره موطن للتعايش يقول رئيس الحكومه الحالي محمد السوداني قاصدا في حديثه العراق الذي ما زال الاف المهجرين فيه ممنوعين من العوده الى مناطقهم المنكوبه منذ العمليات العسكريه على تنظيم داعش ومن بين هذه المناطق قضاء سنجار في محافظه نينوى الذي بات مرتعا للميليشيات ومنها الوافده الى المدينه والمتحالفه مع ميليشيا الحشد، ما عدا سكان المدينه الذين ما زالوا خارجها رغم توقيع ما يعرف باتفاق سنجار عام 2020 والذي نصت ابرز بنوده على ابعاد كل الميليشيات، واعاده سكان القضاء لمنازلهم وتعويضهم من قبل الحكومه. ورغم اعتراف جهات حكوميه وبرلمانيه بضروره تطبيع الاوضاع الاداريه والامنيه في سنجار وعوده المهجرين اليها واعاده اعمارها الا ان وزير داخليه حكومه كردستان العراق ريبر احمد اكد ان اتفاق سنجار المبرم بين حكومتي بغداد واربيل شكلي فقط بل ان اعداد الميليشيات في سنجار اخذه بالازدياد على عكس بنود الاتفاق. معطيات يدفع ثمنها المهجرون لا سواهم. هربنا من مدينتنا وليس معنا سوى القليل من الماء والخبز، واليوم نعيش في مخيم شارين للنازحين منذ تسع سنوات، نريد العوده الى منازلنا لكننا نخشى من الوضع الحالي في سنجار في ظل وجود الميليشيات هناك وحتى لو صدر قرار رسمي بعودتنا لا يمكننا العوده بسببهم. ملف المهجرين ورغم بعده الانساني الا ان ازدواجيه المعايير تتجلى في حديث جنين بلاسخارت المبعوثه الامميه الى العراق التي انتقت ملفات بعينها لتسليط الضوء عليها دون غيرها فلم تتناول المبعوثه قضايا مماثله في عده مناطق اخرى منكوبه مثل جرف الصخر وعزيز بلد ويثرب وقرى المقداديه. وثمه من يرى ان الازمه في سنجار ينظر لها على انها مشكله دوليه وليست محليه فبقاء ميليشيا بيكاكا والفصائل المتحالفه معها في سنجار ياتي بدعم ايراني وان لم يكن علنيا